بسم الله الرحمن الرحيم، هكلمكم على other types of ايزوتروبيا، بس هرجع بكم خطوه لورا كده قبل الكلام اللي اساتذتي قالوه. اما نجي لحاله ايزوتروبيا اصلا من الاول، هاو يو مانج، ايه الحاجات اللي احنا المفروض نعرفها؟ انا مش عارف الطفل عنده كونجنتال ولا اكوانتف، انا بالنسبه لي هو طفل عنده ايزوتروبيا. فاول حاجه لازم اعرفها، لازم اعرف نوع الحمل دي، هل ده من كونتنت ولا نون كونتنت؟ الحاجة الثانية اللي هو نون كونتنت، عنده مشكلة في عضلات العين، عنده برازل أو ريستكشن، هل ده باراليتيك ولا ريستكتف؟ ولو كان باراليسيس إيه السبب؟ ولو كان ريستكتف إيه السبب؟ إيه المقصود بكلمة كونتنت أو نون كونتنت؟ كونتنت مقصود بيها متناغم، يعني عندنا زاوية تحاول ثابتة في جميع الأوضاع، ودي معناها إن إحنا ما عندناش أي مشكلة في عضلات العين، كل عضلات العين شغالة سليمة، ما فيش أي مشكلة أو أي باراليسيس أو أي ريستكشن في أي حاجة من العضلات. النون كومبتنت اللي احنا عندنا اما باراليسيس في احد العضلات او حاجه ريستكتف، حاجه مانع ان هي تتحرك، وبالتالي زاويه الحول متغيره من وقت لوقت. بفرقهم ازاي عن بعض؟ بعمل حاجه بسيطه جدا، بخلي العيان يحرك عينه في الاتجاه اللي شاكك فيه. العيان اللي عنده ايزوتروبيا يبقى انا شاكك ان عنده مشكله في الابدكشن، فخليه يعمل ابدكشن. لو عرف يعمل ابدكشن كويس زي الست دقايق يبقى ده غالبا كومبتنت، مفيش اي مشكله لان بتتحرك فيني، ما عندناش مشكله في عضلات العين. اما لو معلش يحرك عينه يبقى ده غالبا نون كومبتنت، عنده مشكله في العضله ديت مانع ان هي تتحرك. بس الموضوع مش بالبساطه ديت، ما ينفعش اعتمد على الفيرجن فقط وبوقف، لازم اعمل حاجه اسمها ادكشن. يعني ايه؟ يعني جايز انا ما احركش عينه لانه هو عمل بروسكتيشن، استخدم العين الشمال دي وشاف بيها، فلازم اعمل ايه؟ لازم اخبيه الشمال واجبره ان هو يحاول يابدكت تاني. لو لقيت الابدكشن اتحسنت، يبقى انا كنت مخروم، هو اصلا ما عندوش موفمنت، لكن هو فيكسنج ويز ذا ليفت اي. فلازم قبل ما احلف ان دوت عنده ليميتيشن لازم كفر النورمال اي عشان اشوف الدكشن لوحدها اشوف فعلا في ليميتيشن ولا لا. والحاجه الثانيه اللي لازم نخلي بالنا منها الاطفال، ما بيحركوش عينهم يمين وشمال زينا، ما اقدرش اقول بص يمين وشمال وفوق وتحت، عشان كده بنعمل حاجه اسمها دول هيد مانوفرز اهي، ان انا بخلي التارجت فصام لكن بحرك الراس يمين وشمال اشوف العين بتتحرك فين ولا لا. دي بنسميها دول هيد مانوفرز، طبعا مش طفله بس طب لا عرفنا ان هو كونتنت استخدمت عين كويسه، في اللي هو الحول البلدي اللي احنا متعودين نشوفه كتير قوي اللي هو مش اي مشكله في العضلات. عندنا الانواع الشهيره اللي هو الكونجنتال اكونتف اللي اتكلمت عنه، في بعض الانواع الاقل ندره شويه، حاجه بنسميها البيزك ايزوتروبيا. بيزك ايزوتروبيا ده اسمنت غريب قوي، في صفات من الكونجنتال ان هو ما فيهوش ريفراكتيف ايرور، وفي صفات من الاكونتف ان هو بيبان في سن كبير، لكن ولا هو كونجنتال لان هو ظهر في سن متاخر، ولا هو اكونتف لانه ما فيهوش ريفراكتيف ايرور. والانجل سكوينت بتاعته بتبقى ثابته، فورنير زي فورفار هو نوع مختلف شويه وعلاجه الوحيد للاسف بيبقى سيرش. في بقى نوع تاني بنسميه كونفرجن سبان او كونفرجن اكسس، بيبقى في مشكله في الكونفرجن ميكانيزم، اللي عنده مشكلته في الكونفرجن زايده، لو زايده فقط فورنير بنسميها كونفرجن اكسس. زي البنت دي اول ما نجيب لها حاجه قريبه نقول لها بص عليها، ايه اللي هيحصل؟ عينها بتخش لجوه، ده بنسميه كونفرجنت اكسس، مجرد فقط اونلي فورنير بيبان، بنسميه كونفرجنت اكسس. وفي النوع الثاني بنسميه كونفرجنت سبازم، يعني ايه؟ يعني كونفرجنت شغال طول الوقت، فار اند نير هو جاي لي في العياده من اول ما قعد عينه فيها سكوينت، فار عنده ايزوتروبيا، نير عنده ايزوتروبيا. وده مشكلته في ايه؟ ان هو عنده سبان بتاع النير تراد كله على بعضه، يعني كل الحاجات المسؤوله عن النير فلكس شغاله، فعنده النير اكسس شغاله قوي، عندها ايزوتروبيا، عنده السيلي مثلا شغاله جامد في عندنا مايوبيا، مايوبيا حقيقيه، يعني ايه؟ يعني الاطفال لما بتقعدهم على الاوتوريس من غير اطلع بيطلعوا بدون مايوبيا، بيطلعوا ماينس 5 ماينس 6، دي مش مايوبيا حقيقيه، مايوبيا حقيقيه يعني هو عنده ماينس 6 ومش شايف فعلا نتيجه السبازم ده. حطوا له قطره الاتروبينو سايكلو المايوبيا تختفي ويشوف اللي هو فعلا كان عنده ترو سبان اوف ذا سيلي. النوع الثالث وده العكس بتاعه، ده مشكلته بقى في الفار اللي بنسميه دايفرجنت انسفيشنسي. ده مشكلته ان هو ما يجي يبص لحاجه بعيده المفروض كانت اللاتر اكسس تشتغل مش عارفه تشتغل، ما عندوش مشكله مش قادر يعمل دايفرجن مظبوط. وده بنشوفه في نوعين من العينين، في نوع بدل العينين اما بيتخرطوا بيديهم هيد تروما لانه اتولد ولكن ويزاوت اي باراليسيس للاتر اكسس عينه بتتحرك فري للنو دايركشن لكن عنده سام ايزوتروبيا. ولكن الاكثر شيوعا بنشوف ناس في الكبار في السن اللي عنده 70 سنه وعنده دبلوبيا اونلي فور ديستنس، تكشف عليه بالتورش كده بسرعه ما تكونش عنده اي مشكله ولا عنده سبنت ولا حاجه، لكن لو بقيت ما خليش يبص على حاجه بعيده ما
وعملت له كفر على كفر تيست تبتدي تشوف عنده ايه ايزوتروبيا اونلي فور ديستانس بنسميه ده دايفرجنت انسفيشنت. طب لو دخلنا بقى في النوع القفع شويه اللي بنسميه نون كومتنس بين، يعني عيان كشفت عليه لقيت عنده ليميتيشن اوف ابدكشن بجميع درجاتها ماينس 1 او ماينس 2 او ماينس 4 بمعنى ان هو حتى مش عارف يوصل للميد لاين او ايفن حتى اشد من كده يعني حتى ما يقدرش يوصل للميد لاين تجاوزها بنقول عليها ماينس 5 ليميتيشن. ده عيان عنده نون كومتنس بين. الواحد اول ما بيبدا كرامب بيبقى فاكر ان اول ما يشوف ليميتيشن اوف ابدكشن يبقى ده ايه؟ 6 نيرف باراليسيس. بعد شويه يبتدي يفهم لا الموضوع مش اي حد عنده ليميتيشن يبقى عنده 6 نيرف باراليسيس. لازم يفكر بنظره اوسع شويه. لازم يعرف هل المشكله اللي عامله الليميتيشن دي هل دي بسبب البارالسيس العضله فعلا ولا في حاجه في الميديا ريكتس او في الحته اللي بتشد العين اللي جوه هي اللي مانع العين ان هي تتحرك فيه. فعشان كده السؤال لازم نعرفه هل ده باراليتيك يعني هل بارالسيس لاتر ريكتس ولا ده ريستريكتيف يعني اكسسيف تون او حاجه مانعة الميديا ريكتس ان هي تريلاكس. تفرق معانا؟ اه تفرق معانا لان هو فعلا لو لاتر ريكتس بارالسيس لازم نقوي الابدكشن سواء لو قدرنا نعمل ريفكشن او لو عامل حاجه معقده زي الترانسبوزيشن. اما لو ده ريستريكتد حاجه مانع ان تتحرك مهما عدت اقوي في لاتر ريكتس مش هتجيب نتيجه. اي هاف تو ريليف ذا ريفكشن ده ونعمل ميديا ريكتس ريسشن. وده نموذج لبعض الغلطات اللي انا عملتها مثلا ده واحنا عنده كونجنتال سيكس نير بارالسيس. اما الواحد يحاول يعالجه بالطريقه التقليديه ويعمله باي ميديا ريسشن هيفشل فشل ذريع لان هو ما عندوش اي ابدكشن تون فيضطر يمشي صح ويعمل ايه؟ ويقوي الابدكشن ويعمل له ايه؟ ماسل ترانسبوزيشن عشان تظبط معاه. اون ذا اذر هاند ده عيان عنده شالج عنده فيري تايت ميديا ريكتس ماسل مشكلته كلها ريستريكتد. لو احنا عملنا له ميديا ريكتس ريسشن وما ظبطش معانا اي كانوت جاست جو ان اعمل لاتر ريكتس ريسكشن لازم ارجع تاني واعمل ري ريسشن للميديا ريكتس تاني لان مشكلته دي في ريستريكشن. فاي هاف تو ري ريسس العضله دي لحد ما اريح العضله تماما عشان اريليف كل كايند اوف ريستريكشن. من هنا جت اهميه الموضوع لان وجود الريستريكشن بيخليني امشي في اتجاه الميديا ريكتس وجود البارالسيس مش تخليني امشي في اتجاه اللاتر ريكتس واقويها. ازاي نفرقهم من بعض؟ في حاجات كلينيكال في حاجات بعملها في اوضه العمليات وفي حاجه زي السكرين بتفرقهم مع بعض. كلينيكالي اسهل حاجه هي ادكشن انفيرجنز. الصوره اللي فوق والصوره اللي تحت الاثنين عينين هما الاثنين عندهم ليميتيشن اوف ادكشن انفيرجن. لكن الفرق ان انا لما حاولت اعمله ادكشن يعني خبيت له العين السليمه وحاولت اقول له حاول تحرك عينك لبره العين اللي فوق برضه ما عرفش يحرك عينه. ده انديكيت ان هو عنده حاجه ريستريكتد. اما العين اللي تحت حرك عينه احسن سنه صغيره، ليه؟ لان المخ بعد انبسط كتير العضله البارالايز دي هي شويه مش برضه لسه باراليتيك بس اتحسنت سنه صغيره فالموفمنت امبروف. فالامبروفمنت الخفيف ده دي معناها ان هي غالبا باراليتيك، لكن النو امبروفمنت اللي حصل فوق دي معناها كده ان هي ريستريكتد. الحاجه الثانيه هي وضع العين في البرايمري بوزيشن. العين اللي عنده باراليسيس ده ما عندوش اي تون في اللاتر ريكتس فالعين بتخش جوه لارجلي فتلاقي الايزوتروبيا يوجوالي في لارج انجل. لكن العين اللي عنده ريستريكتف العضله موجوده وشغاله هي بس مش عارفه تكونتراكت لان الحاجه الثانيه منعاها. لكن في البرايمري بوزيشن ذير از يوجوالي ا مينيمال ميس الاين. يبقى كل ما تلاقي العين ستريت تفكر في حاجه ريستريكتف زي دوين. كل ما تلاقي العين داخله جوه قوي تفكر في حاجه باراليتيك زي سيكس بيرانس. الحاجه الثالثه هي البالبيبرال فيشر ويث. العين اللي ما عندوش تون في اللاتر ريكتس لما يحاول يابدكت مفيش اي حاجه بتشد العين لجوه فنلاقي لما يحاول يابدكت العين ما تتحركش ونلاقي الجروب بقى واقع او بروبتوتيك والبالبيبرال فيشر واقع معنى كده ان احنا ما عندناش تون في اللاتر ريكتس بيديكيت باراليز في اللاتر ريكتس. عكس حاجه زي دوين سندروم بنلاقي دايما جروب ريتراكشن ونارو نتيجه ان العضلات كلها بتشتغل في نفس الوقت. في حاجه رابعه كده ومقلقانه قوي 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 حاجه اسمها ستاكاتيك فيلوستي. يعني لو جبنا عيان عنده ليميتيشن بروفمنت زي ده العيان ده فعلا ما بيتحركش يحرك ما بيعرفش يحرك عينه لكن غير ان هو ما بيعرفش يحرك عينه بنبص على سرعه الحركه هل العين بتتحرك بسرعه ولا بتتحرك ببطء؟ هنلاحظ ان العين بتابدكت بمنتهى البطء الموفمنت بتاعتها بطيئه هي اه صحيح ما عرفتش تابدكت بس نفس الابدكشن يعني بتتحرك ابدكشن حلو لكن لما بنحاول نعمل ابدكشن الموفمنت بتاعتها از فيري سلو دي انديكيت باراليس لاتركس. دي هنحتاج نشوفها كتير عشان عيننا تاخد عليها عشان نقدر نحكم هل السرعه بتاعت العين كويسه ولا اخطر مما ينبغي. في حاجه اسمها الديفرنشال انترا اوكر بريشر موجوده في الكتاب ما اظنش ان حد بيستخدمها كتير قوي ان احنا بنقيس الانترا اوكر بريشر في البرايمري بوزيشن وبنرجع نقيسه تاني في الدايركشن اوف ليميتيشن. يعني هو مش عارف يابدكت اقول له حاول تابدكت واقيس الانترا اوكر بريشر في الوضع الغريب ده ان ذا ابدكتد بوزيشن. لو ده ريستريكتد هلاقي انترا اوكر بريشر عالي نتيجه ان كذا عضله بتكونتراكت في نفس الوقت. اما لو ده باراليتيك هلاقي انترا اوكر بريشر قل او فضل زي ما هو. يبقى الاليفيشن اوف ذا انترا اوكر بريشر ده ماشي مع ريستريكتد.
الاهم من دول الحاجات اللي بعملها في اوضه العمليات واهمهم طبعا هي الفورس ريدكشن تيست، ان امسك العين واحاول احركها away from the direction of يعني in the direction of limitation، يعني انا عنده limited abduction احاول ابدل العين دي in abduction. لو المشكله ان العين فعلا عنده تايتن في الميدل ريتن الاقي ان انا مش عارف احرك العين، مش عارف اعمل لها abduction، فده انديكيت الريستريكتيف ليجن. او في تحويله من انها تعملها حاجه اسمها الاكتف فورس ديجنريشن، ان بدل ما انا احرك عين العيان امسك عين العيان، بس بدل ما انا اعمل ابدكشن اقول له انت حاول انت تعمل ابدكشن واحس بايدي هل العضله بتكونتراكت ولا لا. لو لقيت العضله بتكونتراكت تحت ايدي يبقى دوت عنده ايه؟ ريستريكتف، لان هو عارف يحرك عينه، بس المشكله ان حاجه منع عين. اما لو ما حسيتش باي تون تحت ايديا يبقى ده غالبا باراليتيك. في حاجه اخيره اسمها الماسل ستريتش تيست. بعد ما بعمل ديس انفكشن العضله بشد العضله كده واشوف طولها قد ايه، لقيتها بتتمط معايا وماشيه معايا لحد العين الثانيه تقريبا كده، يبقى غالبا العضله دي ايه؟ باراليتيك، او فيها مشكله، او فيها ستريتش سكار، او فيها بروبلم. اما لو العضله دي تايت وشد تشد معايا يبقى ده غالبا ريستريكتد ليجن. اسهل حاجه ممكن تساعدنا هي الهيس كرين. مش هنتكلم عن تفاصيل كتيره في الهيس كرين، لكن بس هنقول ازاي افرق الباراليتيك من الريستريكتد. ببساطه كده انا ببص على المربع الصغير دايما هلاقي ان المربعين هنا هنا في الصوره دي في الصوره دي الاثنين عندهم ايه؟ عندهم ليميتيشن اوف ابدكشن. الاثنين الخط ده داخل لجوه وهنا الخط داخل لجوه، لكن الفرق بين الصوره دي والصوره دي ايه؟ ان في المربع ده المربع ده دخل لجوه والخط ده برده اتحرك معاه قلبه، يعني ده دخل شويه وده طلع لبره شويه، فالمربع كانه ايه؟ اترحل من مكانه مش اكتر من كده. ليه؟ لان في الباراليتيك سكويت دايما العضله دي حصل لها باراليسيس، العضله الانتاجونست حصل لها ايه؟ اوفر اكشن، فاللي حصل ان دي دخلت كده ودي اتحركت كده، فلاقي المربع اترحل زي ما هو. اما في الريستريكتيف سكويت مفيش اوفر اكشن للدايركت انتاجونست، فلاقي دي دخلت لكن دي فضلت في مكانها، فلاقي المربع اقترب على بعض، الطبقه دي ماشيه مع الريستريكتيف، الترحيله ماشيه مع الباراليتيك سكويت. طب عرفنا ان هو كونتنت وعرفنا ان هو باراليتيك ولا ريستريكتيف، اعمل ايه بعد كده؟ لو هو باراليتيك احاول اعرف السبب واعرف مكان الليجن فين، ولو ريستريكتيف بدور على السبب. لو هو باراليتيك ايه اشهر سبب بنفكر فيه دايما؟ الحقيقه ان اشهر سبب هو انون. يجي بس يجي لنا طفله صغيره زي ديت مره واحده كده اهلها يبقى صاحي من النوم عوجه راسها وعندها ليميتيشن اوف ابدكشن. تستنى عليها اسبوعين ثلاثه اربعه تخف لوحدها تماما. تقول لها ده غالبا كان ايه؟ فايرال دور برد كده خفت منه. يجي لها واحده عجوزه في السن عندها دايبيتس هايبر تنشن وتعبانه وبطل عندها فيست تيرن وعندها ليميتيشن اوف ابدكشن. تستنى عليها اسبوعين ثلاثه اربعه كده تخف تماما. تقول لها ده غالبا عشان انت كنت كبيره في السن ده جالك ايه؟ انفاركشن ستروك ولا حاجه عشان انت عندك ضغط وعندك سكر. يجي لها واحد متوسط في السن عنده برضه ليميتيشن اوف موفمنت استنى عليه اسبوعين وثلاثه يخف تماما. تقول له انت شكلك ايه؟ ده انت بقى تلعب جواب اوتو اميون انت سكت اوتو اميون ولا احنا عارفين ده فايرال ولا ده اميون ولا ده سيركيليشن كده على حسب سن العيان مش اكتر من كده، لكن الحاجه المميزه ان كلهم بيخفوا لوحدهم. لكن ده مش معناه ان لما يجي لي عيان اقول انت هتخف لوحدك مش هنعمل لك انفستيجيشن، لا في حاجات تشككني دايما وتقول لا احنا هنعمل لك انفستيجيشن برضه عشان نطمن. الاكيوت انف دايما حاجه مريبه لو مفيش سبب منطقي مقنع ان ده مش دايبيتك مش هايبرتنسف سنه غريب عنده هيدك عنده بابليديما عنده اذر كريا نيرف انفكشن فرضت عليه اسبوع اسبوعين تقول هتخف جالي ده ان هو ما اتحسنش لا اقلع بقى واعمل ويت ام ار اي عشان ادور على السبب. ليه بقى؟ لان ساعتها ممكن ادور على حاجه تكون عامله مشكله في السيكس نيرف او في الابدوسد نيرف في الاماكن المختلفه اللي الابدوسد نيرف بيمشي فيها. الابدوسد نيرف ممكن يتعور في خمس اماكن ابتداء من النيوكليوس بتاعته هو بيتعور في النيوكليوس عادة العين بيبقى عنده سيكس نيرف وبيجي كمان في ايه؟ بيجي غير ان هو بيجي في سيكس نيرف ياخد الفاسكل بتاع سيفت نيرف بيبقى عنده سيكس وسيفت نيرف بياخد كمان البارامونتاج ترانسفورميشن فيبقى عنده مشكله في الجيف بولسي اللي هو المنظر اللي بنشوفه عيان اللي عنده موبيا سندروم اللي عنده ليميتيشن اوف ابدكشن في الناحيتين وعنده فيشال باراليسيس واكسبريشنليس فيس. ده ماشي مع حاجه نيوكليير ليجن زي الموبيا سندروم. النيرف بعد ما بياخد من النيوكليس بيمشي حته صغيره جوه البرين ستيم وهو ماشي جوه البرين ستيم بيعدي فين؟ في الجراندر تراك. لو اتعور هنا هيجي له ايه؟ هيجي له حاجه زي ميلر جوبلر او فوفير سندروم هيجي له برضه 6 و7 نيرف بس زياده عن كده هيجي له ايه؟ هيجي له كونتراتر هيموفيجا. فالست ديت يجي لها 6 نيرف عندها ليمتد ابدكشن ولو بصينا عندها برضه 7 نيرف وعندها كونتراتر هيموفيجا. لو عندها ام ار اي هتكتشف ان عندها ايه؟ عندها هيموفيجا في البرين ستيم هو اللي عاملها الكلام ده.
يخرج من البريف تيرم يروح على السيربيلو بونتايد انجل، وهو ماشي في السيربيلو بونتايد انجل ماشي جنب 5 و6 و7 و8 و4 ماشيين مع بعض، فجينا المنظر التقليدي دوت اللي عندي عنده لاجوس ارمر، لان السفر اثنين مفيش نيرف مضروب مضروب ليمتد ابدكشن هيرنج لاس، لان الفيش لان الاوديتور نيرف مضروب وعنده كمان ديمينشت كورنيال فيكسيشن. اول ما يخرج من السيربيلو بونتايد انجل يمشي في حته بقى مهمه جدا، يمشي على العظمه هنا على البيترس بارت اوف ذا تمبرال بون. المنطقة دي خطيرة جدا لان دي اكتر حتة بتعور النيرف في حاجتين شهيرين قوي، في التروما وفي الانكريز انتراكرينيال تنشن، لان هو بيتزنق على العظمة ديت فبيتعور. فممكن عامل اثناء التروما يجيله يتخبط على راسه، يجيله ابدوس نيرف براسيت، يبقى عنده ليمتد ابدكشن، وفي نفس الوقت كمان عنده ايه؟ عنده فيشال نيرف انفكشن، لان هما الاثنين بيبقوا جنب بعض في الحتة دي. او في الانكريز انتراكرينيال بريشر برضه النيرف يتضغط عليه على البيترس بارت اوف ذا تمبرال بون، وساعتها يوجوالي تيز باي لاترال، يوجوالي هنا ساعتها الابدوس التيرم بيبقى باي لاترال. اخر حته بيمشي فيها هو في الانترا كافيرنس بارت، بيمشي جوه الكافيرنس ساينس، وغالبا لما بيحصل حاجه زي كده عند مالتي نيرف انفكشن. والمنظر ده ما بنشوفوش كتير قوي دلوقتي لان الكافيرنس ساينس ربوس ما اظنش يعني حد شافه في الاونه الاخيره كثير. ناخد بالنا ان غير الاسباب الشهيره دي في اسباب اقل شيوعا، ان ممكن يحصل مشكله في الاورب نفسها انترفير من ابدكشن. زي الراجل دوت الراجل اللي عنده ليمتد ابدكشن، لو بصينا عليها هنلاقي عنده اوربت الماس، ممكن تكون في حاجه منع العين تتحرك. او واحد زي دوت نعمله سي سكان نلاقي عنده انفلاميشن في مصر عريضه وكبيره، عنده اوربت المايوسايتس هي اللي منع العين تتحرك. او واحد زي دوت فيري هاي مايوب، عنده حاجه اسمها هيري اي سندروم، يعني اللاتر ريكتس نزلت تحت البسيوس تافيلوما وازدحلقت لتحت، مش عارفه تعمل ابدكشن زي الاول، بنسميها هيفي ايس سندروم. دي كلها اسباب اوربيتال اوكلر اقل شيوعا، لكن لازم دايما عيننا عليها عشان نلقطها. اما لو طلع عندنا ريستريكتف بندور على الاسباب بتاعت الريستريكتف، واشهر حاجات الريستريكتف بوينت هي دوين سندروم، محدش هيختلف. والحاجه المميزه بدوين سندروم ان هو يوجوالي بيبقى العين ده عنده مينيمال ميس الاينت برايمري بوزيشن، حتى لو عنده ليزر سوبر بتبقى صغيره، عنده ماركت ليميتيشن في ابدكشن واضحه جدا 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 لا تبرر ان ما عندوش ميس الاينمنت في البرايمري بوزيشن. واخر حاجه عنده ايه؟ ناروينج اوف ذا تمبرال فيشر وبلوب ريتراكشن اون ابدكشن. اوقات بيبقى باي لاترال، لان عندها باي لاترال ليميتيشن في ابدكشن، ولا عارفه دي تعمل ابدكشن هنا ولا عارفه تعمل ابدكشن هنا، وفي نفس الوقت العين الابدكتنج بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ناروينج اون اتمتد ابدكشن. وعلى الرغم من كل ده لا زالت العينه في البرايمري بوزيشن ما عندهاش سكوت كبير قوي. فيوجوالي الكومبانيشن دي بتبقى ماشيه مع دوين سندروم. الحاجه الثانيه ممكن تعمل ريستريكشن هي الفراكشر ميدال وول. زي الراجل دوت، الراجل ده ممكن يكون جاله تروما في الميدال وول، حصل ايه في الفراكشر؟ خلت الميدال ريكتس هي العضله ديت دخلت جوه الانترابمنت وبالتالي بقت محشوره جوه العظمه، فالعين ما عرفش يعمل ابدكشن. السبب الثالث هو الديثايرويد اوفثالمابثي. لو العين دوت كان عنده مشكله في الثايرويد جلاند خلت الميدال ريكتس بقت سوليد، وبالمنظر ده تنترفير وذ ذا اي موفمنت. اخر حاجه هي اللونج ستاندمنت والاسترابيزما فيكس. انت عندهم سكوينت بقى لهم مده طويله، بقى عندهم 70 80 سنه ما عملوش عمليه سكوينت لحد دلوقتي، بقى عندهم ريستريكشن اوف ذا ميديا ريكتس انترفيرنج وذ اي. شكرا.